بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا هو الدرس التاسع من دروس السيرة النبوية. سأل النبي عليه الصلاة والسلام سيرام النور عبد زتلن يوم كفل قريه بالفو كفل لي دعوهم بيفان دجمرو تملكة النبر مشركوك نبرات جالس أفا من مسلال أهنني موقف المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشركوك الله ملكتنيا كالله ملكتنيا قاب نبرات جوهنيتا يوسد ترمجا من دنه. اشتد إيذاء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعد الهجرة الجهر بالدعوة. دعوان يفاك هذا الرقوس أتجمرو رسول صلى الله عليه وسلم إنا صحابة وتلاي سك آيونا مكراو بردتا. ومن صور هذا الإيذاء كدرس باتشو سك آيو اجمع الرسول عليه الصلاة والسلام أندن الملكة ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بخاري مسلم زكوت يا عبد الله بن مسعود حديث هل من إلى عبد الله بن مسعود بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت رسول كعبة عزنده لو يسجد يالله وأبو جهل وأصحاب له جلوس. أبو جهل النا يتوصل قدني تقول شو لو نبر كعبة كمان. إذ قال بعضهم لبعض من تبابا لرس برساتهم أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. كنا أنت مهل ما نولا مهونو ين قليه ينقدي لجعل كما الأرقام يا قملو ينقدي لج ويم دمو يهوريك عناك وشاشا له يهين عمتتو محمد لك سجور سيورد جربا ولا يمياس كمت مانو. فانبعث أشق القوم كسوتشو مهل بتعام مدفو يهونو كفو يهونو تندر درو تنسانا فجاء به إزوت مد فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم كنت قلت تتعبك لك رسول سجور سيوردو ووضع على ظهره بين كتفي عمدت أنه تكشت ولا يجمر. يقول عبد الله بن مسعود وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة إياه هنا كنت بإيه تملكتكم من ما رقنا لشنا من البرد وقن بنورين نورو ميعقزين بنور نورو ألك أتشو من البرد إلى عبد الله بن مسعود. قال فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض مساساك جمروا عندو لي يودك مزنانا تجمر. رسول صلى الله عليه وسلم سجود عدركو كأنا ألالو فاطمة متأتشنا وقباتشو لي يتكمتون قشاشات عالج كذاك أنا ألالو. ثم قال اللهم عليك بقريش سوسكسي الله هو قريش عطفها باكهن قيتاي بلو دو عدر القنبات نقرو سكايو يبرتا سلامتا بساتشونا بصحابه وشلاي هلت بطبب يتمولا يبسل يرمجاو وشلاي دعوان لمد كمم تلك استواتون براتشو النزي وصلواتشو رمجاو جمع جمراو دار الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي بيسهم بيت دار الأرقم يا الأرقم بيت يدعوى مأكل عذر قوي هزت مركزا للدعوة وليجتمع فيها بالمسلمين سرا ما السبع سبع ما عرف يا بوت أسفل اللي قال لنا دعوة يان بيت مرتوا الزبيت السبع السبع اللي صحابوت بدبك الزات دبك أو سير على اللي متنسسوت ويم تنكور على اللي مشربوت يا الله هندين ما صفافات بيتشار برصفات فيتلو عليهم آيات الله قرآن يستمر ينبو الله تنبر وليؤدي المسلمون عبادتهم وأعمالهم مسلموش ينبر باتشون صلاة عندن تزازاتو تمفتسة من دي تلو بنس عنات مما رن دي تلو بترقع قام فتس كاي سيدر صباتشو يهين اندي أدرقو يهين بيت يازو رسول صلى الله عليه وسلم ودتن يوسلوت إرمجا مسلموت هجران ديوتو نبرا وده حبشا اقر يمجمراو النا يهول التنين هجرا اندي ادركونو يمجمراو هجرا يمجمرا هجرا بتملكته حينما اشتد البلاء والفتنة والإذاء على المسلمين في مكة بمسلموت لاي سكايو نا مكرا ومكة لاي سيبا زاباتو
رسول عليه الصلاة والسلام من الاتو إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد حبشة مدر لاي عند نقوس على السوزند ما أنه ما يبدل فالحقوا ببلاده أقروا لاي هيدو حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم فيه أهون زاري الله تشوبت كالله تشوبت شنك مقلا قيانا موجع الله اسكي الزقاد درس الزاهدنا ما أنه السوزند ما يبدل نقوس نبرنا هيدو الزالو رسول الله صلى الله عليه وسلم نكسنا وب ما يدرقو سلطانا نميا سامرو كبدل سيس عدا تملك كافر أقر نوكم نقوسم كافر نو قن ظلم سنة ما يسرى يعني نقر مرة رسول عليه الصلاة والسلام ظلمي للبت أقر فخرج المسلمون هيدو مسلمون تو حتى نزلوا بالحبشة فأكرمهم النجاشي وأمنهم نجاشي تراك أولا رجل الله توب سلاما نراج وكان أول من هاجر من المسلمين كمسلم مهال قنبار قدم هجرة كادر رقوت مهال عثمان بن عفان النابال بيته رقية يا رسول صلى الله عليه وسلم ليش يقين مبتا وتبعه جمع من كبار الصحابة علم يبالو تلالك صحابة وتابره هيدو وكانت الهجرة الأولى يما جمع هجرة متين وكتب له أمستنياو أمتا نبي صلى الله عليه وسلم كتلاكو أمستنياو أمتا تلكو التولي نو هيدوت بزات ساعات هجره هيدوت سويت بزات عسران دوندوتشنا عراسيتوش بيتشانا بار فالتاكالي عسرا عمست سوني هيدو هلتن يوم هجرة دمو نبار يه هلتن يوم هجرة طبعا يتكسته نقر نبار رسول عليه الصلاة والسلام سورة النجم سيانبو مجرش علي سجور سيوردو مشركو تشوزن بلو يادام ما توسنا نبار من مراسات شو مكو تعتراكو تعتراكو نفسهم سجود وردو تاليا سلمو يمي الوري تسفافة تبتنا سيماتو نقرو كزا ويتش اندهونا يتردو تجعباتو من دزان نبارنا بتا ماستك عيواتو بزي ساعت داقم هجراه للتنيان ديلو رسول عليه الصلاة والسلام مكرواتو النسو ما تفكرو من كساكس جمارو بزيين يوزور يا مهاجر سكوتر سنت نبرة 82 رجلا سمانية هلت وندوتشنا عصر سمن سيتوش نبرو لجوتشاتون جمر وسببها أن المهاجرين الأوائل سمعوا بإسلام قريش فعاد بعضهم قريش سلموا يميل وري تسرعش توسمونا ونت مسلاتونا تملسوا كالنزا مهال عثمان بن عفان النبالي بيت رقية نبر رضي الله عنه قريش شتار سلموا عندهم مسلمو تسقعات وبرتون يغنيات داقم ينكفتين القطر يزو تملسوا الناس تكتلوا ودياونوا قريشوت عمر بن العاص النا عبد الله بن أبي ربيعا أسكتلوا سطوتا أسيزو لعبات مسلمو تن لما اسملس نقرقن في الصمال شارو نجاشي سلم عندهم الملسات شو مالاس ركبن بلو على يلكونس باقر ولاي سلام النامر رقاقات أسفنو سلام ستات شو عندهم نوروزي هاي منو تات شو ما صدق اللات يقريشو تشنو ملكت أسفرو ملكتينيو تشلاك الفلقن بلو طبعا باترياركو تشن كساوستو تشن باب أساتن اندال لسب سبو عمر بن العاص بن عبد الله بن أبي ربيعة ستو تاسع تواتون أبار مسنا مالتنا متون دين دين السويش متوال عقرات في توال كان يهي ما نتوتو وده كرستنا وده انت مال قبوم من اندام تبن أناكم إنا ششتو انت عقر قب توال انت نميهون مهبر سبون اندى يفتنو ملساتو ين يا هزب وقنو تشاتو سن النسو ياكالونا سلزي أباك ملسلن الملسم النسو يميلتن سالسما متو جعفر بن أبي طالب بقنبار قدم النت اندي ناقر تدرق السن وكالو تصحابوت نققر على الرق يدعوون الملك تحس كمتا كشرك شركن لم يكعوامو تنان جاهلية شنبرو بطن هيدات نبي عليه الصلاة والسلام يامتتن ملكام تري سلا عقيدة سلا معاملة سلا ملكام سلا مقبار يهن هلو عسكمت
ከዛ አፈሩ ምንም አልተሳካላቸው በነጋታው ቆይ አሁን ጉድ ሰራቸው አለ አለ ዓምር ኢብኑ ልዓስ አብዱላህ ኢብኑ አቢ ረቢዓ ዙሮ ዙሮ ወገኖቻችን ናቸው ተው ጉድ አታምጣለው አይ እኔ ማደርገውን አቃለው አለ በነጋታው ሄደና ለነጃሺ ስለ ኢሳ ሚሉትን በሰማ ጉዳቸው ነው አስጠራቸው ምንድነው የምትሉት አላቸው ቁርአን ላይ ያለውን ቁጭ ሲያረጉለት ውነታችሁ ነው ልክ ነው እናንተን ከዛሬ ጀምሮ ሚነካ ማንም የለም በሰላም ኑሩ ብሎ ፈቀደላቸው ይሄ አላህ ጉዳይ ነው ከዛ ነጃሺ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረዲየላሁ ዐንሁ ከዛ እንን ተከትሎ የሐምዛና ዑመር መስለም ገጠመ خلال هذا الجو العصيب بزي بطام فتان يا يرونيتا لاي يالو دخل في الاسلام رجلان عظيمان هلت تلالاك سوج ودسلمنا كبو لهما كل الهيبه في صدور رجال قريش بقريش لبونا وسط تلك جرامو كسنا تلك بوتا ميستطاعو نبرو حمزه بن عبد المطلب النا عمر ابن الخطاب بزي ساعه تاليا ቁረይሾች ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር የመደራደሩን ጉዳይ አጀንዳ አድርገው መያዝ ፈለጉ ምክንያቱም ኃይል አሁን አይዋጣም የሐምዛና የዑመር ኢብኑል ኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ያሰላለም ሂደት ምን ይመስል ነበር የሚለው ኢንሻአላህ በቀጣይ درس እንመለከት ይሆናል ለዛሬው እዚህ እናብቃ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم